السلام عليكم. الكثير من الجزائريين والجزائريات تابعوا القصة تاع أم بيسان اللي كانت تلقات ضربة أو طعنة قاتلة من طرف الأخ تاعها على مستوى الرقبة البارح، كانت الساعة 7 ليلا. حبيت نقولكم خوتي أنه الحالة الصحية تاعها الآن مستقرة، وهي راهي تحت طاقم طبي مشرف على الحالة تاعها ومختص في الجراحة. كاين واحد جديد خوتي وحبيت نفيدكم به، واللي يعني بعض المصادر المقربة قالوا لي انه هذه الحادثة صارت للأسباب التالية. اول حاجة حبيتكم تعرفوا انه اخ بيسان، وعلى حساب بعض المصادر واللي كانوا جابوا لي بعض الاخبار، كانوا قالوا لي انه اخ بيسان هو انسان محترم وانسان حاج بيت ربي، ويعني كان عايش في قطر لمدة 25 سنة. هكا وصلتني يعني الأخبار، هكا وصلوني من بعض المصادر اللي يعرفوا هذا الناس. وأخ بيسان كان ضرب الأخت تاعو ماشي بسبب أنه الأخت تاعو لقاها دير مباشر ولا لقاها دير في التيك توك ولا انستغرام، لا بالعكس، هذه أم بيسان هي مؤثرة، ما نقولوش مؤثرة، نقولوا إنسانة عندها محل تاع ملابس النساء، وتعرض الملابس اللي تجيبهم به تبيعهم، تعرضهم على الصفحة تاعها الخاصة في الانستغرام. يعني هذا الشيء الأخ تاعها راهو يعرف به من زمان، وإنما كاين واحد النقطة اللي ما يعرفوهاش الجزائريين، واللي كانوا قالوا لي أنه أخ الضحية ضرب الأخت تاعو بسبب أنه أم بيسان عندها يعني عندها بنتها انستغراميوس كبيرة. هذا الشيء اللي كان رافضه أخ أم بيسان نهائيا، يعني كان رافض بنت أخته تظهر في مواقع التواصل الاجتماعي. أنا باش نقولكم أنه ما عندي حتى فكرة شكون هذه بنت أم بيسان، البنت تاعها شكون، وما راهم يقولوا معروفة، أنا ما نعرفهاش، العلم لله. ولكن هذا هو يعني السبب اللي خلى الجاني يضرب أم بيسان بخنجر. وبالمقابل كانت أم بيسان كانت متقبلة الفكرة أنه بنتها تظهر في مواقع التواصل الاجتماعي وفي صفحات تيك توك وصفحات انستغرام بشكل عادي، إلا أنه أخ أم بيسان كان رافض هذه العقلية تماما. كما قلت لكم هذا الشيء اللي خلى أخ أم بيسان يطعنها للرقبة، هذا هو السبب خوتي، والله أعلم. أنا بعض على حسب بعض المصادر اللي لحقتني، والله أعلم إذا كان هذا الخبر صحيح 100%، ولكن أنا كنت وعدتكم قلت لكم أي خبر جديد راح نفيدكم به. حبيت نقولكم خوتي ادعيوا للأخت أم بيسان بالشفاء العاجل وتقوم على رجليها.